أجرت مجموعة من الأطباء بمعهد جنوب مصر للأورام أول عملية زراعة نخاع من نوعها، ويقدم المعهد جميع الخدمات الطبية المتميزة للبالغين والأطفال ضمن منظومة حكومية شاملة للنهوض بالخدمات الطبية في جنوب مصر. سبق طبي هو الأول من نوعه في جنوب مصر، قام به صرح طبي عملاق هو معهد جنوب مصر للأورام بأسيوط، حيث قام الأطباء بإجراء أول حالة زرع نخاع لمريضة مصابة بورم في الغدد الليمفاوية. وحدة زرع النخاع هي الوحدة الأولى في صعيد مصر، قامت بإنشائها الدولة بتكلفة ملايين من الجنيهات لخدمة مرضى الصعيد. في نوعين عندنا من الزرع، الزرع اللي هو من المريض لنفسه أو من متبرع. طبعا في مرضى كتير بيحتاجوا الخدمه دي، سواء امراض سرطانيه حميده او اورام خبيثه. فرصه نجاح الحالات يعني تقارب 100% مع الاهتمام ومع الفريق المتدرب. وتعد وحده زرع النخاع هي الاولى من نوعها على مستوى جامعات ومحافظات صعيد مصر، وانشئت منذ سنوات لكنها توقفت لفتره ثم عاودت لاستئناف عملها فيما بعد. الوحده فيها فريق طبي مدرب جدا الحمد لله، وفي فرق تمريضي برضو ممتازين جدا، وبتستقبل الحالات، كل الحالات اللي تم عرضها علينا استقبلناها وخدناها. معامل روتينية زي معمل أمراض الدم ومعمل الكيمياء الكلينيكية ومعمل الميكروبيولوجي، وفي معامل متخصصة زي معامل التدفق الخلوي، معامل البي سي آر والتوافق النسيجي ودراسة الكروموسومات. أي مريض هنا يدخل في المعهد سواء وخاصة أمراض دم لازم بيحتاج المعمل للتشخيص أو يحتاج المعمل لكفاءة ما قبل العملية، أو العيانين اللي بياخدوا علاج كيماوي لازم يعمل تحاليل عشان لو في حد معين ما ياخدش الجرعات. تأتي تلك الجهود في إطار حرص جامعة أسيوط على توفير كافة أنواع الخدمة الطبية المتخصصة للمرضى المترددين عليها بصفة عامة ومرضى الأورام بصفة خاصة. العيان بنستقبله من اول ما يبقى يعني خلاص العيان دخل في استجابه تامه للعلاج، سواء عيانين زرع النخاع الذاتي او الغير ذاتي. بعد كده بنحضره لفصل الخلايا الجذعيه للعيانين اللي هم زرع النخاع الذاتي. بعد ما العيان بيفصل وبيجيب العرض المطلوب من الخلايا الجذعيه بيتحجز عندنا في الكبسوله بتاعته اللي بيبدا فيها بعد كده العلاج الكيماوي الاولاني. بعد كده العيان بعد ما يخلص العلاج الكيماوي بياخد الخلايا تاني الجذعيه، وبعد كده العيان بيفضل معانا تقريبا في خلال اسبوعين لثلاث اسابيع بعد زرع الخلايا، اللي هو بيبقى تحت العلاج التدعيمي لحين ما تدفع صوره الدم بتاعته والعيان يبقى اموره ستيبل بالنسبه لنا. وهكذا يتواصل الدور الرائد والفاعل الذي يقوم به معهد جنوب مصر للاورام في خدمه اكثر من 60,000 مريض من المترددين سنويا على المعهد من مختلف محافظات الصعيد، من المصابين بمختلف انواع الاورام من الاطفال والبالغين.